بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ليلة الرغائب، ليلة الرغائب في رجب، في هذه الليلة تقضى الحوائج العظمى إن شاء الله بحسب ما ينقله العلامة القمي وغيره. طبعا مضمون حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بالمضمون إنه من صام أول خميس من رجب وصلى الصلاة الفلانية وتكملت الحديث. ماذا فعل ثاني؟ يعني هذه أعمال الليلة قطعتها على شكل نقاط لكي تتضح، وببساطة هنا أريدك تطين ذهنك ماذا تفعل أول خميس، ما يصير الخميس الثاني، لا أول خميس أن الصومة لازم تصومه. اولا اذا اردت ان تحصل على ليله الرغائب ماذا؟ ان تصوم ماذا؟ اول خميس. هذا واحد. اثنين، ان تصلي 12 ركعه. اذا صيام اول خميس، صلاه بالعراقي بالعاميه العراقيه 12 ركعه. ثلاثه، هذه الصلاه بين صلاه الغروب وصلاه العشاء، يعني تصلي المغرب ثم تصلي هاي الـ 12، يلا بعدين شنو؟ تصلي صلاة العشاء. ماذا أقرأ في هذه الركعات؟ انتبهوا وياي، كل ركعة تقرأ ماذا؟ الحمد مرة، وبعد والقدر 3 مرات، وبعد والتوحيد قل هو الله أحد كم؟ 12 مرة، 12 مرة. واضح؟ كملنا الصلاة الـ 12 ركعة سلمنا، ماذا تقول؟ 70 مرة، اللهم وياي، اللهم صلي على النبي الأمي وآله 70 مرة. بعدها شو هي مراحل يعني، بعدها تسجد سجود، ماذا تقول؟ تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كم؟ 70 مرة. ثم ماذا؟ ترفع رأسك تجلس، ماذا تقول؟ تقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي العظيم. زين، بعد وراء ما قلت هذا الدعاء أرجع أسجد، ماذا أقول؟ نفس ما قلت من تسبيح سبح، يعني أقول ماذا أقول عندما أسجد 70 مرة؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. بعدين انتهى وتسأل حاجتك، وإن شاء الله حاجتك تكون مقضية. يسألون السيد السيستاني حفظه الله عن هذه، عن ليلة الرغب، يقول يمكن الإتيان بها بنية شنو؟ رجاء المطلوبية. ونسألكم الدعاء.